لو جينا عملنا مقارنة كده ما بين الجيم الرجالي أو الجيم النسائي في الفيديو ده علشان تقدر تختار إيه أحسن واحد بالنسبة لك هيكون ناجح. اهلا بيكم، معاكم احمد الزهيري. لو انت اول مره تشوف الفيديو او القناه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده. يلا بينا في الحلقه النهارده هنتكلم الجيم الرجالي مقابل الجيم النسائي. عايزين نبتدي الاول بالجيم الرجالي. هو ايه المميزات اللي في الجيم الرجالي اللي ممكن اخليني ان انا افكر ان انا افتح القسم ده او اكون متخصص في الجيم الرجالي؟ اول حاجه في الجيم الرجالي ان هو بيقدر يفتح اي وقت حسب الدولة أو المكان اللي أنت فيه، وبيكون توقيت الماكسيمم حتى في بعض الأحيان بيوصل لـ24 ساعة، لأن أنت بتعمل تارجت للشباب وفئة الرجال وبالتالي موجودين على مدار اليوم من أول الصبح لحد بالليل. طبعا بعض الناس هتقولي طب ما في ناس بتشتغل ولا دول فاضيين؟ لا، ما في ناس بتشتغل بتيجي بالليل، في ناس اللي بيشتغلوا بالليل بيجوا بالنهار، او لسه بيدرسوا يكون عندهم اوقات مختلفه. بس عموما من اول الفجر لحد الفجر او لحد بالليل. تاني حاجة ان فئة الشباب والرجال عندهم ثقافة القوة وثقافة بناء العضلات، على عكس طبعا الجيم النسائي او السيدة. الجيم الرجالي بيحتاج مساحة على الاقل 300 متر مربع فيما من فوق علشان تستوعب كمية الشباب، وكمان كمية الاجهزة الاساسية اللي بتكون مطلوبة في كل جيم رجالي. علشان تدير المكان بتاعك تقدر ان انت تنزل في اي وقت في اي لحظة، ان انت تشوف الموظفين بتوعك، تشوف الخدمة عاملة ازاي، وكمان تقدر تشوفهم عن طريق الكاميرات. الجيم الرجالي ممكن بيسمح ببعض الفترات، او هو قابل وعنده الامكانية ان هو يخصص فترة من الفترات خاصة بالسيدات، او ممكن تكون ميكس. نيجي بقى للجيم النسائي. الجيم النسائي مش بيفتح زي الجيم الرجالي من اول الفجر لحد الفجر او لحد نص الليل، لا بالعكس بيقفل بدري، وكمان برضو بيشتغل من الظهر تقريبا. قليل قوي لما بتلاقي جيم نسائي بيروح الستات الصبح، الا لو اذا بيودوا اولادهم المدارس او كده، فبالتالي بيكون فتره الساعه 9 او 10. ثقافه البنات والسيدات ان هم يهتموا بالرياضه وان هم يهتموا بالشيب بتاعهم او بالصحه كمان بدات مؤخرا تزيد، بدات الاعداد تزيد بس في الفتره الخمس سنين الاخاره دلوقتي. الجيم النسائي بيحتاج اجهزه كارديو كتير واجهزه عضلات قليله، يعني 70% اجهزه كارديو و30% اجهزه حديد او عضلات، على عكس الجيم الرجالي بيحتاج العكس بالظبط، بيحتاج 30% كارديو و70% حديد وعضلات. الجيم النسائي ممكن يبدا بمساحه 200 متر او اكتر، لان طبعا مش محتاجين اجهزه عضلات كتير قوي واللي هي هتاخد مساحه. الجيم النسائي محتاج واحدة تدير المشروع ده بحيث انها تنزل على ارض الواقع وتشوف الموظفين وتشوف الخدمة بتتقدم ازاي، لان عن طريق الكاميرات ممنوعة ان انت ممكن تشوف السيدات او تشوف الجيم، سواء راجل او ست صاحبة المشروع او اللي بتدير المشروع. فبالتالي محتاج واحدة تعرف تدير المشروع على ارض الواقع وتنزل تشوف الخدمة بتتقدم ازاي. الجيم النسائي كمان لا يقبل ان ممكن نخصص فترة فيه للرجال ان هم يتمرنوا، حتى لو في اتفاق ان ممكن من الساعة 1 للساعة 3 ان هما يقدروا ان يجوا الجيم. ليه؟ لان هما لما يجوا الجيم هيلاقوا معظم الاجهزة كارديو قليل او سترينث او اجهزة عضلات، فبالتالي مش هتكون بالنسبة لهم مرضية، وبالتالي هما محتاجين اجهزة عضلات كتير، فبالتالي الفكرة دي مش هتكون كويسة. بكده اكون شرحت لك بعض المميزات في الجيم الرجالي والجيم النسائي. يا ترى قول لي في الكومنتس، وقولي لي في الكومنتس ايه رأيكم، هل في عندكم مميزات وعيوب تانية للجيم الرجالي والجيم النسائي؟ اكتبوا لي في الكومنتس وهحاول ارد عليكم فيها. يا ريت في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، واشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.